من أنفاق المال لإعلام الفاجر. الله تبارك وتعالى أحال جهده في محاربة الدين إلى هباء منثور وتم، أي هو هلك. السؤال، هل هذا الذي عاد الدين فأحال الله مشروعه إلى دمار، هل فيهم من هو ينجو ويسلك؟ كاين اللي ينجو؟ ها؟ بزاف كاين اللي يسلك. خالد بن الوليد كم حارب الإسلام بيده وهو سيف الله المسلول. عكرمة بن أبي جهل كم حارب الإسلام وهو شهيد، لقي الله شهيدا. أما أبو لهب تبت يداه وتب هو، حكم على مشروعه في عداوة الإسلام بالبوار، وحكم عليه أن ما يصيب مشروعه من البوار والخسار أصابه أيضا هو، فلم يتب وإنما دخل النار. ها المصيبة، لأن فينا احنا يا واحد العدد تاع الناس ياكس يعصي الله ويدير مصائب كبيرة، احنا غير احنا يهضر في الناس ويعصي ربي ويزني وياكل الربا ويتآمر مع العديان، يعني حتى هو كفرد غير بلادنا يعني ساهم في تدمير الإسلام، ولكن في التالي واسمه يدير يتوب إلى الله. فمشروعه في محاربة الإسلام واسمه لابد أن يمحوها الله ويمحقها، ولكن شو رحمة ربي سبحانه عز وجل أنه كثير ممن عاد الإسلام يكتب الله لهم بعد ذلك التوبة فينجون. واحد يقول له طليحة الأسدي واسمه دار واسمه دار واسمه دار تنبأ وادعى النبوة ومع ذلك جاهد واستشهد، هذا قاع قالهم أنا نبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو لهب مشكلته هو تبت يداه، أي كل ما بذله لمحاربة الإسلام مآله البوار والخسران ولا فلاح بعده، وهو أيضا هالك لا محالة. مفهوم هذه ولا مفهوم؟ واش مفهوم ولا مفهوم؟ ها نمشيو للآية الأخرى إن شاء الله. تبت يدا أبي لهب وتب، دائما الحديث عن أبي لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الله، ما أغنى عنه، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يوم القيامة يقول أصحاب الشمال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ما أغنى عني ماليا، إذن سيدي ربي سبحانه عز وجل كيقول ما أغنى عنه ماله وما كسب. أغنى ما معنى أغنى؟ ما أغنى ما معنى أغنى؟ واسمه الغنى، واسمه الغنى، ما أغنى واسمه الغنى، ها لا بأس عليه. ما معنى أغنى؟ يغنيه، يغنيه واسمه يجعله واسمه لا يحتاج إلى 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 مثلا ما هي المسائل التي تغنيك في الحياة، تغنيك عن الذي يغنيك عن الحاجة إلى الناس واسمه هو المال، الذي يغنيك عن الاحتياج يزيد للناس واسمه هو لا، ولكن المال يغنيك عن منين تكون محتاج للفا كيف سلاس وراح تغنيك تولي مستقل ما تحتاجش للناس. العلم يغنيك علامة عن السؤال الناس، من تكون عندك العلم واش كان تحتاج لشي واحد اللي تسقسي، باش تظل تقبض التليفون تبقى تقول الله يخليك انا راني مشيت ما توضيتش وكذا وكذا وكذا، دائما كتكون محتاج لمن، ما يكونش تكون محتاج للعالم.
منين تكون ضعيف تكون محتاج لمن لمن منين تكون محتاج تحتاج القوة منين تكون إن شاء الله تبارك وتعالى كيما قال السلطة منين تكون محتاج شي ورقة في البيرو لمن تحتاج دائما خصك تمشي للبيرو تحتاج للسيد إذا هنالك أمور كثيرة تغنيك عن الناس ياك تغنيك عن الناس المال يغنيك عن اللجوء إلى الناس لتطلب منهم الاستعانة علمك يغنيك على أن تنزل إلى الناس لتسألهم في أمور دينك مثلا السلطة تغنيك عن كثير من الأمور لأن السلطة هي بذاتها واسمها قوة تمكنك من تحقيق أمور كثيرة فهي تغنيك عن كثير من الإجراءات إذن ما هي هذه الأمور التي كانت عند أبي لهب في الإسلام واسمه كان عنده ما أغنى عنه عنده المال كان عنده مال كثير ثم واسمه كان عنده كان عنده السلطة هو أي نوع السلطة؟ كان عنده اسمه شرف القبيلة قريش وشكون قريش؟ بني هاشم وشكون؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر شو اسمه كان عنده؟ زيد واسمه اسمه كان عنده؟ يعني عنده المال ها قلنا المال ها قلنا النسب واسمه عنده أخر إن شاء الله تبارك عنده السلطة إذن هو إن شاء الله تبارك وتعالى رجل يهاب رجل يهاب واسمه عنده خرش الله تبارك ذيك الجمال يقولوا عنده الجمال يقولوا عنده الجمال لأنه على ذلك يقولوا أبو لهب يقولوا مثلا أن وجهه إن شاء الله تبارك وتعالى فيه مسحة انت إن شاء الله تبارك وتعالى يعني مزيان الوجه دياله صبوح وجهه صبوح مستنير ولكن مش هذا وأبو لهب ليس معناه أن الوجه مستنير لا زيد واسمه عنده خرش الله تبارك عنده سلطة ياك عنده سلطة عنده قوة سلطة إذا عنده شلا صوالح هذه الأمور هي اللي تجعلك في الدنيا واسمه دهن السير يصير فين ما تمشي منين ما جبتها الفلوس عندك السلطة عندك الشرف عندك الوجهة عندك كل شيء عندك والقيمة عندك معناه أنت باسبارتو شو تعرف اسمه باسبارتو هو المفتاح اللي يحل كل شيء فين ما تمشي مقبول انت واش مخصك انت ما خصك حتى شي حاجه اذا انت مستغني كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى فهذه الامور تدفع الانسان للطغيان تسول له نفسه الان انه لا يحتاج لاحد ولو كان الوحي ولو كان الوحي ولو كانت الاستقامة ولو كانت الاستقامة ولو كانت عبادة الذي خلقك ومنحك كل هذه المنح ولو كانت استغنى طغى عاند وكابر وصد الدعوة ووقف في وجه من يدعو إلى الله الذي أكرمك بالنعم فالذي أكرمك بالنعم أرسل إليك نبيا والنبي نعمة من نعم الله إليك أنا الرحمة المداد والنعمة المسداد لكي يأمرك وينهاك ويدلك على كيفية استثمار هذه النعم في خدمة الدين فاستغنى ولم يسمع بل صد واعتقد أن هذه زين ستمكنه من صد هذا الدين لأنه يرى في الدين واسمه يرى في الدين أن هذا الدين سيحرمه من هذه الامتيازات إلا أنا وليت بالدين معناه أنا واش نتبع ولد خويا ولد خويا أنا نولى أنؤمن لبشرين وقومهما لنا عبدوا شتو اسمه قال على سيدنا موسى أنؤمن فرعون لبشرين موسى وقومه لنا القوم ديالو يعبدوني وانا نامن ونولي انا نتبع ذاك السيد والقوم ديالو القوم ديالو كيعبدونا احنا نمشينا انا مكاش أنؤمن لك واتبعك الارذلون أنؤمن لك سيدنا نوح أنؤمن لك واتبعك الارذلون اللي تبعوك غير الفقراء غير اللي ما ونمشي انا
انا نتنازل لسلطتي والمال ديالي والبكاد ونولي بحال هذوك الاوباش اللي تابعينك وذوك الاوباش تابعيني يا انا يعبدوني يا انا ونولي انا نتبعك؟ لا يمكن. اذا استغنى وطغى باش نسي ان هذه النعم ناش من الله، وبدل ان تذكره النعم بالمنعم طغى بالنعم ونسي المنعم. وعلى عدد اللي تصرى الوحش يكون ما عنده والو تصيبه واسمه غير حيط الحيط والله اكبر استغفر الله، هو يعطي ربي الفليسات ويعطيه ربي الكذا ينسى الله يولي هو يعطيه شويه السلطه ينسى الله سبحانه عز وجل. وذلك من اخطر ما ينسي العبد ربه، زيد المال وزيد والسلطه تزيد والمراه عاقله. هذو ثلاثه غادي يصيبوا هنا المراه والسلطه وكل. هاد الصوره جمعت لنا قال لي المال والسلطه والمراه، هذو ثلاثه الا ما كانوش نعم معك في الخط قاد والعياذ بالله يؤدي ذلك الى نسيان الله سبحانه عز وجل ومن ثم محاربه هذا الدين. اذا ما اغنى عنه ماله وما كسب. يا سبحانك يا ربي، يصل الانسان في بعض الحالات حينما ينسى ربه والنعم تنزل عليه ينسى واسمه كما قال سيدي ربي سبحانه وتعالى: ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلاده. كلا، احسب لي المال كذا. احنا عندنا سيدي وحنا تبارك الله، سمعت واحد انا واحد السيد غير في وجهه يقول لاخر يقول له قراينك انت، قراينك انت تعيش غير في البيدو ديال الزبل ديالي، روح غير البيدو هكذا. شوف وين وصل، شوف الكلام كي داير يتكلم مع راسي. انت تعيش غير في البيدو غير الطارو ديال انت غير روح تما. لا حول ولا قوه الا بالله. ها، وما يغني عنه ماله اذا تردى. شرب. وما يغني عنه ماله اذا تردى. هل يغني عنك المال حينما تتردى حينما تموت؟ هل سينفعك؟ هل ستأخذه معك؟ هل سيوسع لك به القبر؟ هل ستعطي الرشوة يوم القيامة للملائكة ليفسحوا لك الطريق لكي تكون أول من يحاسب؟ لو كان لك ملء الأرض ذهبا هل تفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ المال قاع الأرض معمرة بالذهب يوم القيامة. هل المال يوم القيامة يتصرف ولا ما يتصرفش؟ ماشي ذاك وقته، لا درهم ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ باش ببانيه واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض ثم ينجيه. كلا كلا، كل هذا لا ينفعك يوم القيامه. ولكن الانسان مغرور مسكين، ما اغنى عنه ماله لن يجعل المال وكل النعم تنجيه من عذاب يوم القيامة، فقد هلك 100%. أيظن أنه بإمكانه يوم القيامة أن يفتدي نفسه من العذاب بماله وما كسب؟ ماذا يقول هذا؟ كيف يفكر هذا؟ كيف يفكر؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ ما هو الشيء الذي كسبه أيضا؟ إذن ما أغنى عنه ماله زيد، وما أغنى عنه زيد ما كسب. لا يغني عنه المال ولا يغني عنه ما كسب. فما الذي اكتسبه وكسبه أبو لهب الذي لا يغني؟ ما اسمه مش المرأة ليست من كسبه، المرأة زوج، المرأة واسمه اللي يكسب، الذي يكسبه بيده. هو قال لك المال راه ذكره، الحاجة اللي زعما تغنيه، التي تغنيه أنا السلطة، الجاه، الشقع، وزيد واحدة أخرى القيمة، وزيد أخرى والولد، لأن الأولاد من كسب الأب والولد وليداته
والعشيره ديالو واللي واقفين معاه في الحرب ضد الاسلام. هذو العصبه كيسمها العصبه. كما كيقول سيدي ربي سبحانه عز وجل على الوليد بن المغيره، كيقول سيدي ربي سبحانه عز وجل يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت زيد وحيدا، خلقه وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا فلوس، وبنينا شهودا، عنده الاولاد وحاضرين، وبنينا شهودا، ومهدت له تمهيدا، يسرت له الامور حتى صار سيد القوم. دهن السير يسير، مهدت له تمهيدا، ثم يطمع ان ازيد، كلا وباغي عاد غير يزيد. انه كان لاياتنا عنيدا، سأرقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا يا العدوة ديال الإسلام كي دايرة، عنده المال، عنده الوليدات، ويطمع أن أزيد، وكان كل الهم ديالو أن يفكر في الموسم كيف يدفع الناس الذين يأتون إلى مكة عن محمد ويقنعهم بأن هذا الذي جاء لمحمد هو سحر يوثر يفرق بين المرء وزوجه، سحر يوثر. يا ابن عمي هو عارف باللي هذا حق، يا سبحان الله. المهم أنهم لا يحاربون هذا الدين لأنهم يشكون في صحة الدين وفي حقيقته، ولكن يحاربونه وهم يعتقدون أنه الحق، لأنهم يرون أن هذا الحق يسلبهم ما كسبوا وما استغنوا به عن خلق الله وعن دين. يخافون من فرض الزكاة في المال، فكأنهم يرون أن هذا الدين يريد أن يشركهم في المال. يخافون من هذا الدين أن يسلبهم السلطة، فإذا بالإسلام يسوي بين الخلائق كلها ويعدل بين الخلائق كلها، فلا فرق لعربي على عجبي ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، وهذا لا يقبلونه. استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، استيقنوها، استيقنوا الحق كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل في سورة الأنعام. اش قال سيدي ربي سبحانه عز وجل سورة الأنعام؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هما ما يكذبوكش، هما عارفين الحق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يجحدون بها وهم يعرفون أنها الحق. إذا ما أغنى عنه زيد، ما أغنى عنه ماله، لن يغنيه عن عذاب الله، ولن يدفع عنه ما كسب عذاب الله، فهو متبوب، ما مذبوب، مهلوك، ما ينفع ولا مال ولا ما كسب، كما قال سيدي ربي على فرعون، قال وما كيد فرعون الا في تباب. ما معنى في تباب؟ هلاك. يعني ان الكيد نتاع فرعون ضد الدين ومحاربته للاسلام في تباب، ما معنى؟ في خسار وبوار وهلاك لا فلاح بعده. وكذاك كان فرعون من اللي يشوف باللي الله جعل البحر يبسا لاولئك، طمع ان ينفذ بجلده، فدخل هو ومن معه فاهلكهم الله تعالى هلاكا مدمرا، حتى ولو قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. وكيقول سيدي ربي في ايه اخرى، كيقول في تتبيب، في تتبيب اي في هلاك. مذكورات مساله تب ثلاثه نتاع المرات، يعني اربعه نتاع المرات، زوج مرات مذكوره فاش في المسد، تب وتب ومذكورة وما كيد فرعون إلا في تباب وفي تتبيب، أي في خسار دائما. إذا ما أغنى عنه ماله وما كسب، فجاء الحكم، سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى، سيصلى يعني بعد مماته، وهو الأمر قريب، فتحيط به نار، سيصلى نارا ذات لهب. إذ فهو أبو لهب، ما هي وظيفته في محاربة الدعوة؟ ما هي هذه الوظيفة؟ اسمها هي ينفخ في نيران ليلتهب، ها؟
كل شيء النيران ديال العداوه ديال الاسلام واش يدير واش يديرها ينفخ فيها الرابوس يزيد يشعلها يعني في المصاب شي مجموعه تحارب الاسلام واش يدير يقول لهم راني معاكم زيدوا خصكم الفلوس هاكو خصكم الاعلام هاكو خصكم تلفزيون هاكو خصكم مواقع هاكو انا معاكم انا يا فلوسي وانا بكل ما اكسب في خدمة من يحارب الدين شعل 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 ما يقولش اللور دايما تسمعهم هذو كاينين ولا ما كاينش الله 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 دورو ما يعطيش للمسكين دورو يطلب له وعنده الملايير وكتشوفوا الحواجه اللي كيحاربوا بها الاسلام ينفق بلا حساب انهم يشعلون العداوه يعني العداوه الموجوده في الارض للاسلام من الذي ينفخ فيها لتستعر اكثر ابو لهب ابو لهب يشعل نيران العداوه باش يشعل ينفخ في النار المستعرة أصلا التي تحرق المسلمين في أراضي المسلمين ويأتي هو فينفخ فيها باش بمدها بشجحها باش بالمال بكل ما يملك بما كسب ماله هو ما كسب في خدمة قاع ينفخ بهش يزيد ولذلك سيصلى ماشي غير نارا ذات لهب علاش لأن الجزاء في القرآن من جنس العمل ما قالكش يدخل النار فقط شحال واحد قال له سيدي ربي في نار جهنم غير النار هذا لا هذا سيصلى نارا زين الشعالة اللي كان يشعلها هذيك هي اللي تحرقه فعدل الله يقتضي عدل الله يقتضي أن الذي يشعل النار يدخل النار وأن الذي ينفخ النار حتى يرتفع لهبها تأكله شكون النار ذات لهب يمشي للهب سبحانك يا جليل دائما 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 هذه الأعمال الصالحة ولا الأعمال اللي ماشي صالحة ياك هذه الأعمال عندها واحد تجسيد يوم القيامة تجسيد مادي هذه الأعمال هي مسائل معنوية ولكن عندها جسيد واسمه مادي بحالاش مثلا الزاني منين يزني كي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج كي شافوا كي شاف العقوبه نتاعو كي دايره خلينا عاد رأى في التنور ولا علاش في التنور علاش في التنور لان واسمه هي حراره واسمه حراره شهوته حينما يفرغها في الحرام فالحرارة نتاع النار يحترق فيها خليني يعني كاين هذا التجسيد ديال هذه الحالة اللي كان فيها حالة معنوية تتحول إلى حالة حسية في العقوبة الزنا شاف النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يأكلون اللحم النيء الخبيث ويتركون اللحم الطيب زين طيب ناضج وطيب قال له شكون هذا يا جبي قالوا هؤلاء الزونات من امتك يخلي الفراش الحلال ويمشي لمن الفراش الحرام اذا هذا هو يمشي ياكل لحم خبيث يبغي غير خبيث فالجزاء نتاعو يمشي ياكل اللحم الخبيث ترك اللحم الحلال زوجته التي تزوج بها على كتاب الطيب طيبات وانحاز الى الخبائث فهذا هو الربا مثلا الربا الذي ياكل الربا كي شافهم النبي صلى الله عليه وسلم كي شاف في فين راهم في بركه من الدم والقيح يسبحون حتى اذا وصلوا الى الشاطئ القمتهم الملائكه فردتهم قالوا شكون هذا قال هذا اكلت الربا من امتك اكلت الربا الدم اللي صموه لنا صموا سفوا الدماء نتاع المساكين حينما زادوا في القروض وحملوهم فوق طخ كي يقولوا لهم الدم هذاك الدم يبقاو يسبحون فيه وما يخرجوش منه يعني ان العقاب من جنس العمل العقاب من جنس العمل هذاك اللي يحمل الامانات
وما يقدر لهاش ويزيد امانات اخرى. هو ما اسمه موظف ورئيس جمعيه وفي البرلمان وفي مدير بقى وعنده مسؤوليات كبار ما يقدرش يتأدى حتى مسؤوليه. كي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يحملوا اسمه حزمه لا يستطيع حملها ويزيد يقول لهم زيدوا لي او دير في دغيا زيدوا لي زيدوا لي يزيد يعني واسمه هو المقصود نتاعنا واسمه هو نبين ان الجزاء يوم القيامه دائما يكون من جنس العمل. العمل كيكون مثلا حسي ولا معنوي، ولكن يوم القيامه شوف واسمه يبقى يولي حسي. شوف السيد هنايا مثلا يسرق يقول لك سد ربي وما يغلول ياتي بما غلى يوم القيامه. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيسرق الاموال العامه يجي يحملها يوم القيامه على ظهره، اللي سرق بقره من الصدقات يجي حاملها، الجمل يجي حامله، سرق دار يجي حاملها، فضيحه. واللي سرق كاع فيلاج تخيل سيصلى نارا زيد ذات لهب. الله اكبر. لماذا ذات لهب؟ لانه كان يشعل ينفخ في النار لكي يزداد لهيبها، تزداد اشتعالا، فاذا يكون في النار. فاش في النار التي ارتفع لهيبها. انت يا اصحاب هذوك الناس اللي انت العفارت اللي كانوا يزيدوا ينفخوا، انت ها بلاصتك روح ليه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. الآن نتكلم إن شاء الله عن امرأته، عن المرأة دي إن شاء الله تعالى. أولا من هي امرأته؟ شكون هي المرأة دي إن شاء الله؟ أم جميل. كي سميوها أم جميل؟ أروى بنت زيد، أروى بنت حرب. أخت شكون؟ أخت أبو سفيان بن حرب. إذن هو واسمه هو هو اسمه هو علية القوم. ها اسمه بني عبد المطلب. وهي شكون؟ شكون؟ نتاع اخت سيد قريش. يا على عائلة كي دايرة بابا بابا بابا. اش العائلة كي دايرة ولا؟ هو شكون؟ بني هاشم. وهي شكون؟ بنت سفيان بن حرب. يا اخت سفيان بن حرب شكون هي؟ هي سيد قريش. سيد قريش. شكون اجتمعنا اخويا؟ شكون اجتمعنا؟ بابا ميريكان وروسيا. ميريكان وروسيا. ابو لهب جلالة قدره نسبه ماله حسبه سلطانه جاهه قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. وام جميل اروى شكون هي؟ هي بابا بنت حرب اخت سفيان بن حرب ابو سفيان. فوافق شن طبقة. تعرفوا واحد المثال يقول وافق شن طبقة. يا سبحان الله كي يجمع بهم سيد ربي. يا على زواج كي مزينتو متفقين على المشروع 100%. هي 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 هي. إذا هذه امرأة من علية القوم. هذا امرأته حمالة الحطب. ما الذي كانت تفعله؟ كانت تحمله؟ ما معنى حمالة؟ ماشي حاملة. حاملة هي اسم مفعول لحملة أي فاعلة أي تحمل كثيرا. لكن حمالة ما معنى حمالة؟ لا تتوقف عن حمل الحطب. دائما الحزمة فوقها، دائما الحزمة فوقها، دائما الحزمة. عمرو ما شفناها إلا وحازم ولا والحطب على ظهرها. أي نوع من الحطب؟ ها؟ 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 واش كانت تحمل الحطب نيشان؟ كانت تحمل الشوك نيشان حطب. واسم كانت تحمل؟ هي تحمل حطب. واش حمالة الحطب هي بعد هي 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 بعد الحطب هو الحطب؟ واش سيدة القوم تمشي تحطب؟ واش عندنا شي عقل ولا ما عندناش عقل؟ هذه راه عندها غير خدامات وشحال من خدامة. ثانيا كان شي حطب في مكة؟ كان شي حطب في مكة؟ صح.
بيض الزرع واش كان اللي يبقى يفسر ويقول يفسر اش يقول يقول ام جميل كانت تحمل الحطب وتضع فين اودي هذا الحطب. وثالثا المساله الثالثه اللي تعرفوها اسمها هي زيد ان مدينه حرم الله اللي هو مكه حرام يعضد وشوكه حرام كاع وعارفينها قريش لو كانت تكون غير عرق سدره ما يقلعوش حرام. إذن هذه من عليات القوم زين. وثانيا المسألة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى أن المدينة هذه المكة ما فيها حطب. وثالثا اللي فيها كاع الحطب كاع حرام تقلعوا. إذا قلع براسك باللي حملت الحطب هي كدر في الحطب واش فهمتوني غير منين قال سيدي ربي على أبو لهب أنه ينفخ في النار زين باش تشتعل أي نار هنايا واش النار بصح ولا لا؟ واش كان ابو لهب يمشي عند النيران اللي شال اوف اوف هذه هي؟ لا نتاع من النار ديال من؟ ديال العداوه ديال الاسلام الصد عن سبيل الله هو يمشي عند الصد نيران العداوه للاسلام والصد هو كان يذهب لكي يشجع وينفخ ويساند ويقف مع كل من يحارب الاسلام ينفخ يعطي باش زيدوا زيدوا حاربوا هذا هو كان اللي يشجع وهي واسمه كانت الدين حمالة الحطب مش كانت دير له لا هي تجيب راحته لانه اله هو بقى يصوت 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 والنار شعلة وما كانش الحطب في التالي واسمه دي طفا يجي واحد وقيلة طفا تقول له لا ما يطفاش راني موراك الحطب هو يصوت الحطب معناه النار ديال العداوه الاسلام ما تريدش واش فهمتوا ولا لا شفتوا هو يصوت وينفخ في العداوه ديال الاسلام لكن جي واحد الوقيته اللي يعيا ولا يريض فيخفت اللهيب ويطفى هي تقول له ذيك المراه اطاسيو تتوقف عن النفخ ها الحطب ولذلك ان شاء الله تبارك الله نوقفوا معاش وامرأته حمالة الحطب اي سيصلى ابو لهب نارا ذات لهب وستصلى امرأته اولا امرأته لماذا لم يقل زوجته قولي له لماذا لم يقل زوجته؟ يجاوبوني. ماشي شايت زوجته يوم القيامة. ما مشيناش القيامة. شوفوا الأحباب. سيدي ربي كيقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فوقاش كون زوجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة إلى كاين السكينة والمودة والرحمة والتعاون على الخير وعلى الدين هذه زوجتك. لأن فيها تكامل وتعاون ومودة ورحمة بحال سيد النبي مع خديجة أصلا بحال أنت والزوجة ديالك دائما متفقين غير على الخير أنت غير تجيها كذا تقول لها ودي راه مشكلة ديال ذاك خويا تقول لك المرة لا سيدي هذا خوك نعل الشيطان الله يهديك الله أكبر زوجة هي ثاني عاودك تحزن شوية تقول لك أودي الوالدة ديالك وكذا قولها لا هذه الوالدة ديالي كبيرة مسكينة غلطت ما تديريش عليها واش تدي لها هادشي راه ربي يعطيك الأجر ويدير لك وراسي دير بك لا وهذيك ما كي غادي ندير ها بالسيف منين تكون معها غير تصبري معايا ديك 5 مينوت وراه ربي يعطيك وراه يديك تقول له صافي ويسلم لها على راسها وتولي راضية وكذا زواج زواج يتعاونوا على من؟ على الخير يتعاونوا على من؟ على البر على جمع الكلمة على الدين زواج لأن الزوج والزوج واسمه هو أنهما يتلائمان يتساندان يتعاونان بصح المرأة واسمه هي مرتك قالوا مرتك قال سيدي ربي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون وامرأة لوط فرعون هو فرعون ولوط نبي امرأة نوح
ومرأة لوط. علاش؟ لأن نوح ولوط أنبياء ورسل، ولكن خانتاهما. ما معنى خانتاهما؟ وقفتا مع أعداء الله ضد النبوة، ما كانش منسجمين معاهم. ومرأة فرعون مؤمنة ورجلها كيقول أنا ربكم الأعلى، وقتلها لأنها جا ضده. وامرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من في القرآن كي تسيبوا امرأة فلان عرف بها الله واسمه. ليس هنالك توافق في الفكرة وفي الغاية وفي المقصد، مختلفان. المرأة تحمل مشروع والرجل يحمل مشروع مضاد. كاين تريسين تلدخل جمعهم واسمه الفراش، جمعهم الفراش، جمعتهم عملية بيولوجية فقط، جمعتهم عملية بيولوجية. ليس هناك اتفاق على المرجعية، على المقاصد، على المنهاج، على المشروع، لأن مشروعه مشروعه يختلف عن مشروعها. إما هي تكون مؤمنة وبغات الله وبلها ربي فرعون يا امرأته ماشي زوجي، وإما يكون نبي ولا يكون صالح وتكون عنده المرأة شريرة 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 تمنعه من الدعوة. حتى قال سيدنا ربي في القرآن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. شو هنا قال زواجكم؟ شو هنا قال أزواجكم؟ ولكن من قال زواجكم واسمه حذرهم، ما قالش المرأة، قال راه غادي تحسبهم أزواج وإلا كاين يكونوا أعداء لكم، أعداء لكم. أو ربي عديانا، يعني العدو الدار. إذا يعني ماشي زوجة، ولكن سيدي ربي قال زوجة هنا علاش؟ باش تعرف باين الله يتكلم على مرتك، على زوجتك. أما من يتكلم هكذا بصفة الغائب، دائما حينما يذكر الزوجة يذكرها في مقام واسمه، في مقام التعاون والتلاؤم والتساند ووحدة المشروع. وحينما يذكر المرأة إنما يعني علاقة بيولوجية بين امرأة ورجل، وليس لهم أي اتفاق حول المرجعية والمشروع والمقصود. المرجعية والمشروع والمقصود خلاف خلاف. إذا قال سيدي ربي وامرأته كانت متفقة معه ولا ما كانتش متفقة معه؟ متفقين. على ما متفقين؟ على المرجعية والمقصود والمشروع. المرجعية زيد والمشروع والمقصود بثلاثة متفقة. وعلاش قال له امرأته وهذو متفقين؟ علاش ما قال زوجته؟ لأن الاتفاق بين المرأة والرجل إذا تزوج على مشروع حرب الإسلام هذا ماشي زواج، ما فيه لا مودة ولا سكينة، وعمره ما يجيب المودة، وعمره ما يجيب الرحمة، وعمره ما يجيب السكينة، لأن مآله النار ذات لهب. وش عباد الله اللي المآل ديالو نار ذات لهب هو ومرته، هذا تسميه زواج؟ الزواج دائما مؤداه ومقصده ونهايته حسن العقبة في الدنيا والآخرة. الزواج دائما العاقبة نتاعو حسن العقبة في الدنيا، سكينة، رحمة، مودة، وفي الآخرة الجنة والدرجة العولى في الجنة. ألحقنا بهم زواجهم وذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله الله، زوجتك كانت مؤمنة وانت مؤمن ومتقبل منها، يلحق الله بك الزوجة ويلحق بك الله وليداتك لكي يقر عينك في الآخرة، ولا مرتك هي اللي كانت حسن منك وفي الجنة عالية يطلعك انت ربي عندها ويطلع وليداتك حتى تقر أعين العائلة المؤمنة التي اجتمعت على الدين مرجعية ومشروعا ومقصدا. ولكن هذا قال لك متفقين على المشروع، لكن المشروع اللي متفقين عليه اسمه مشروع عداوة الإسلام. النفخ هو ينفخ في العداوة للإسلام حتى يزداد لهيب هذه العداوة، وهي اسم الدلو لا تتوقف. تقول له عندك تريض، عندك شي نهار نسمع عليك باين الله محمد أثر عليك كما أثر على أخوك العباس، عندك شي نهار يوصلني واحد الخبر باين الله راك تميل لمحمد بحال عمك حمزة، بحال أخوك حمزة. أوه يا ربي معاوناته على المقصود، معاونته على جهنم.
ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة إذا نظر إليها أسرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت في ماله وفي نفسها. اسمع اللي مازال ما تزوج، اسمعوا مزيان. أخطر قرار يتخذه الإنسان في حياته، أخطر قرار. ماشي نخلعكم، ماشي غادي نخلعكم، غادي نقول لكم زعما باش يعني منين تجي تتزوج ما تبقاش يعجبك غير الكادر. انتم هاد ولاد اليوم ما فما حالة، تشوفوا غير الكادر. أخطر قرار يتخذه الشباب قبل الزواج هو اختيار المرأة الصالحة. ولكن الإنسان اللي مازال ما تزوجش يحسب لهذا ألف حساب، لأنه منين تتزوج وتدخل راك مشيت. كي غادي دير تولي؟ إلا غادي تولي واسمع، ضيع أوقات وأموال وجهود، سنوات ضيعها من حياتك، سنوات. إذا شوفوا المصيبة، قال كي امرأته، لأن المرأة منين تذكر العلاقة نتاعها مع الرجل اللي كيسميها امرأة، عارف اللي ما كانش اتفاق، ولكن في إطار الإسلام. أما في إطار العداوة للإسلام فالاتفاق بينهما يؤدي إلى الدمار، فهي امرأته، فلو كانت زوجته لنهته عن السير والاسترسال والاستمرار في هذا الطريق، لكن هو غادي وهي زيد عندك، عندك تولي عندك. يا لطيف يا لطيف. إذا فهمنا امرأته، وامرأته صافي حمالة الحطب في جيدها حبل، وامرأته وصلنا هنا إن شاء الله، حمالة الحطب. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء نستمر لنتحدث عن في جيدها، لماذا جيدها، وحبل من مسد، ما هو هذا الحبل، ولماذا سميت الصورة صورة المسد ولم تسمى حبل المسد، المسد.